أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل تعتبر توبة الساحر مقبولة قبل القبض عليه؟ وهل يقام عليه الحد إذا تاب والحالة هذه؟ نعم، إذا تاب قبل أن يلقى القبض عليه إنه يترك. إذا تاب قبل إلقاء القبض عليه وكف عن السحر فإنه يترك ولا يتابع. أما إذا ما تاب إلا بعد القبض عليه فإنه لا بد من إقامة الحد الشرعي عليه. نعم.